اهدى من جدته وعماته الآن وحصريا فرحة كبيرة ما توصف بتعبير طلت غالي حاضر عند غالي فزاع اليوم جانا على مرحبا ترحيب والله يحيي فرحة كبيرة ما توصف بتعبير طلت غالي حاضر عند غالي فزاع اليوم جانا على خير يا مرحبا ترحيب والله يحيي لحظة قدومه عندنا تعتبر غير الكون نور به أبوه أحمد من رجال مناعير طابت مواقفه وطابت مساعير أبوه أحمد من رجال مناعير طابت مواقفه وطابت مساعير الطيب عاداته للقمة يسير على فعول الطيب ما حد يجاري وجده يسير المجد لرضاه تسير جده عويد محزمة يا نور عن أمك ويا فرحة سنين عيون أمك أفرح بشوفتك تهنى النعم جابه قبل من يومه صغير ما نسمع إلا النعم لا حل طاري يا الفرحة الأولى لك أول التعبير لك الغلب أبوه أحمد من رجال مناعير طابت مواقفه وطابت مساعير أبوه أحمد من رجال مناعير طابت مواقفه وطابت مساعير الطيب عاداته للقمة يسير على فعول الطيب ما حد يجاري وجده يسير المجد لرضاه تسير جده عويد محزمة يا نور عن أمك ويا فرحة سنين عيون أمك أفرح بشوفتك تهنى النعم جابه قبل من يومه صغير ما نسمع إلا النعم لا حل طاري يا الفرحة الأولى